عايز اعرف الاول انت اسمك ايه بالكامل؟ محمد عباده ابو راي وطن. طيب قول لي يا محمد، انت عندك كام سنه؟ 13. يعني في اولى اعدادي؟ في اولى اعدادي. تمام جدا. قول لي الاختراع بتاعك عباره عن ايه بالظبط؟ سياره بالطاقه المتجدده والكهربائيه. يعني عربيه بتمشي بالكهرباء؟ بتمشي بالكهرباء. طيب ما في عربيات كتير بتمشي بالكهرباء. بس مميزات العربيه بتاعت ان هي اولا هم عربيتين بس المعمولين بيمشوا بالكهرباء، اللي بالطاقه الشمسيه واللي بالميه. اللي بالطاقه الشمسيه تكلفتها عاليه، واللي بالميه بيستخدموا الهيدروجين، هم اللي بيطلعوا منه الطاقه. الهيدروجين بيستخدم في التفاعلات اللي هي بتاعت القنابل، صنع القنابل. فلو جه جنبي نار، شراره نار، بينفجر انفجار مضاعف اكتر من البنزين. كان بتاعتي ما فيهاش اي مواد قابلة للاشتعال، وبتشتغل على مصادر طاقه، وبتشتغل على مصدر طاقه ما استخدمش لحد الان، اللي هو مصدر الطاقه الحراري عن طريق الليزر، بورده الحراريه، وبوصل من خلال الليزر، بلعب في العدسات بتاعه الليزر، بكثفه وبخليه يطلع لي حراره، اوصلها للبورده تطلع لي 240 فولت و 1000 واط. 1000 واط في الساعة. 1000 واط في الساعة. تمام. هل أنت بتحتاج بس بوردة حرارية عشان تولد كهرباء تمشي العربية بتاعتك، ولا في مصادر تانية للكهرباء بتحتاجها؟ في مصدرين تانيين. الكهرباء، مصدر الهوائي عن طريق التربو الهوائي، والمصدر بتاع الجاذبية عن طريق الدينامو المغناطيسي. يعني في نفس العربية بيبقى فيه مولد كهرباء بيحول طاقة الرياح لطاقة كهربائية، ودينامو مغناطيسي بيحول طاقة الجاذبية الأرضية لطاقة كهربائية. فأنت عربيتك ليها ثلاث مصادر طاقة كهربائية. واحد منهم أساسي اللي هي البوردة. البوردة اللي بالليزر. اللي بالليزر. تمام. البوردة الليزرية. اتنين فرعيين. تمام جدا. اللي هو الهوائي والمغناطيسي. موتور العربية دي بيحتاج كام واط في الساعة؟ أقوى موتور عربية بيتعمل اللي هو بيمشي بسرعة 250 كيلومتر في الساعة بيحتاج 1000 واط. يعني بيحتاج كيلو واط بس في الساعة. وأقصى سرعة ليه 250 كيلومتر. تمام. المواتير دي أصلا موجودة برا مصر. بتمشي هناك بالطاقة الشمسية يا بطاقة الهيدروجين اللي في المية. انت اختراعك بعيد تماما عن الطاقة الشمسية وبعيد عن استخدام هيدروجين المية. بيستخدم بوردة ليزرية. وطاقة رياح. وطاقة رياح وطاقة مغناطيسية. وطاقة مغناطيسية.